FM. الكلمة ليك. كلمات مع سفيان الفرحات. الذي ترجوه من دنياك لولا الكلمات وتكلم وتألف وانت مد في الكلمات. ضربت وجعت بلا سيدي خويا أكل وشبع. قال وقت البارح سي العجبي الوليمي القيادي في حزب حركة النهضة ما مفادوا أنه عطيان حقيبة وزارية واحدة وثلاثة كتاب الدولة حركة النهضة في حكومة الحبيب الصيد هو بمثابة إهانة لحركة النهضة وتقليل من شأنها وحد من سلطانها. ملالي سي العجبي حق السيد حبيب السيد اقترح عليك انت شخصيا ولا على واحد من قيادات الصف الأول متاع النهضة حق اقترح عليك برئاسة الحكومة، علاش لا؟ مام قالوا ناس بكري إذا ضربت أوجع وإذا وكلت شبع، وانتم ما كعملتوا حكومات وكان في يدكم الدمان والسولجان ضربتوا ووجعتوا بالحق وبالفم وبالملاء، وعمايلكم دل عليكم في هالقدم 11 تسعة في 2012 غزوات المنقلة والعبدالية، حدث السفارة الأمريكية والمدرسة الدولية، سحلوا قتل لطفي نقذ بواسطة ميليشيات وتبليلوا بمثابة العمل الثوري، كان مش سكتة قلبية بريئة وفجئية، وزيد عليهم بحدثة لا شمس ديانة، وما نحكيوش على تبديل اختيار شكري بالعيد والبرهن. واليوم تحبوا سيدي خويا تاكلوا وتشربوا وتقولوا لحبيب السيد وكل وشبع وزيد من تتعشاو بالدنيا وتتسحروا بالاخرة. عطاك يا زباني سي العجمي اغرف واشرب وكل ووكل والتع فيها شرقي وغربي وصحري وبحري. وبما انهم يقولوا ناس بكري لون بروبوز الى فوم ديسبوز، زيد عرس عليهم الفوق يا سي العجمي، ولك الاختيار بين زواج المتعه وزواج المسيار. وتخطيت سنين عثرتها الكلمات. كلمات حيوان انت لا تعرفه لولا الكلمات، ويموت هنا بلا ذكرى وتبقى الكلمات. كلمات مع سفيان بن فرحات. الكلمة ليك.